في رواية جديدة ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأمالي أو المجالس. دعونا نستمع إلى هذه الرواية عن الإمام الصادق روحي له الفداء، حيث يريد أن يعطي لنا صورة واضحة لمن تولى أمراً، لمن تولى رعية، لمن تأمر على الناس ماذا سوف يكون حاله وما يجب عليه وما يترتب عليه. دعونا نستمع إلى هذه الرواية القيمة عن الإمام الصادق روحي له الفداء. ماذا يقول؟ يقول: من تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه. إذن هذه دعوة لكل رئيس دولة أو وزير أو نائب أو مدير أو ما شابه ذلك. تولى أمرا من أمور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس، كان حقا على الله عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. فهنيئا لمن كان أميرا أو واليا على الناس وعلى أمور الناس ويقوم بفتح بابه ويرفع الستار عن الناس ويقضي حوائجهم، فسوف يؤمنه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويدخله جنته. فهنيئا للعاملين، هنيئا للعاملين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.